ومن النادي الاهلي ومن النادي الزمالك نروح مع بعض للمصري البورسعيدي، واللي زي ما عودنا من ساعه ما تولى التوام حسام وابراهيم حسن الاداره الفنيه للفريق ان الفريق بيقدم مستويات مميزه واداء رائع جدا للموسم الثالث ليه على التوالي. حسام حسن عمل طفره كبيره جدا مع نادي المصري البورسعيدي بعد ما كان بعيد عن الصوره لفترات طويله. حسام حسن قدر في 3 مواسم ان هو يكون موجود في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري عشان يرجع المصري يشارك مره ثانيه في البطولات الافريقيه عن طريق بطوله الكونفدراليه الافريقيه، وكان قريب طبعا جدا من الفوز ببطوله كاس مصر في الموسم اللي فات، لكن النادي الاهلي قدر ان هو يخطف البطوله في الثواني الاخيره من الشوط الاضافي. وطبعا بعد كده شارك المصري او هيشارك المصري قصاد النادي الاهلي في يناير اللي جاي باعتباره وصيف للكاس، والنادي الاهلي طبعا بطل ثنائيه الدوري والكاس، وزي ما احنا عارفين ان المصري دلوقتي بيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطه. تعالوا نشوف مع بعض ردود افعال جمهور السوشيال ميديا على مستوى النادي المصري البورسعيدي تحت قياده العميد حسام حسن، وهنبتدي مع محمود رمزي. محمود رمزي بيقول: المصري فريق يستحق الإشادة، بقاله 3 مواسم ماشي بمستوى ثابت، شيء ما بيحصلش كتير في الدوري المصري. كمان خالد علق وقال: حسام حسن رجع للمصري هيبته بتاعت زمان وبيوصله للمربع الذهبي بعد ما كان بيبقى متأخر في ترتيب الدوري. حسام حسن أحسن مدرب في مصر. رد عليه محمد رأفت وكتب: اللي بيعمله حسام وإبراهيم حسن مع المصري لازم يتعلم منه كل الأندية المصرية، فريق كل سنة بيبيع نجومه وبيجيب غيرهم مش معروفين وبيوصلوا للمربع الذهبي، شابوه للتوأم بجد. نروح لهادي، هادي بيقول: المصري لسه عنده فرصة ان هو ينافس على الدوري، في فرق كتير مع الوقت مستواها هيقل وهتنزل في الترتيب، والمصري عودنا انه هيكون احسن في الدور التاني. كمان شادي علق وقال: المصري السنة دي والسنة اللي فاتت دخل الكونفدرالية، السنة اللي جاية انتظروا المصري في دوري ابطال افريقيا. واخيرا سامح كان بيقول: حسام حسن وابراهيم حسن بيعملوا من الفسيخ شربات مع المصري، فاضل لهم بس شوية ثبات انفعالي ويكونوا مدربين المنتخب اللي جايين بإذن الله.